والله تفاجأنا بالقرار اللي طلعوني يا جديد انه كان تقسيم السيارات 50 دولار، 50 دولار كثير لاني كنا 200 ورقه تركي كان 150 مقبوله، بس والله 200 ليره كثير كثير كثير، لاني بالمقابل اللي قالوا ما في عندنا شغل ولا في طرقاتنا كلها مكسره وطرقاتنا كلها بهدله، وخليها على الله وشوفت عينك على الوضع اللي احنا فيه. يعني ما مشكلة بس الترسيم، صار عندنا كل شيء غالي، كل شيء غالي، والمدخول عندنا صار قليل كثير بالنسبة للشوفير. يعني بنطالب الحكومة بلكي بيرجعوا لنا هالقرار، يعني بخلوه على 200 ورقة على 150 ورقة، يعني لأن الوضع كثير صعب عندنا بالنسبة لنا. يعني كلياتنا مهجرين وعم نشتغل شوفيري، بتعرف الوضع هذا. يلا يا ماهر قول يا رب شيء خالص، قول يا رب. يعني تفاجأنا نحن بالقرار اللي طلع الرسوم، إنه كنا نحن ندفع سنوي 150 تركي 200 تركي، هلا تفاجأنا صاب الدولار. يعني ضريبة يعني اجتنا يعني بالغامض علمه، نحن هون عم نجي من الصبح للمساء، يا نرجع بركاب نكون مطبقين يا ما نكون مطبقين. يعني ايش بدي اقول لك، يعني والله يعني شغل الله الامر، اتمنى انه مثلا يتراجع عن القرار هذا، لاني والله العظيم شوفت عينك، يعني ما في شيء يعني هالوارد طاول، يعني مازوت غالي، الركاب ما يعني اوقات نطلع مطبقين اوقات ما نطلع مطبقين. قرار ضرائب السيارات الفراغة هو قرار أنا بنظري يعني هو قرار جائر على المواطن، يعني ونتمنى من الحكومة أنه تعيد النظر فيه، لأنه قرار كتير صعب على المواطن. يعني كانت 200 ليرة تركي المواطن يستصعبها، هلأ شلون صارت بالدولار وأقل سيارة 35 دولار، أنت طالع على 200 دولار. نحن بنظرنا يعني هو هذا عبء على المواطن كتير، ونحن كتجار يعني بجوز يكون عندنا فراغ سيارتين ثلاثة بالنهار، يعني كل يوم 200 دولار 300 دولار من اي من نجيب نحن؟ الوضع يعني شايف نحن يعني يا الله السياره بعد شغله وبعد هذه تربح لها 50 دولار تروح تحطها فراغه وتجي.